ست مواقع للذكاء الاصطناعي مفيدة لصانعي المحتوى. Hello, I'm Cristiano Ronaldo. I watch the Arabic Tech AI YouTube channel. Every day they are providing good information about the artificial intelligence technologies every day. موقع الذكاء الاصطناعي الأول الذي سوف نتحدث عنه اليوم هو ريميكر، وكما تلاحظون هنالك العديد من الخواص التي يمكنك استخدامها في هذا الموقع المجاني كليا. الفيس سواب أي تغيير الصورة أو ما يسمى بالديب فيك، مالتيبل فيس سواب أي أن هنالك أكثر من شخص في الصورة وتقوم تغيير صور كل شخصية على حدة بنفس الصورة. فيديو فيس سواب أي أنك تقوم بتغيير شكل الشخصية في الفيديو، وكذلك هنالك خاصية باتش فيس سواب. ليس ذلك فقط لا يا عزيزي، هنالك أيضا AI Tools by Remarker AI وهي AI Portrait, AI Image Generator و AI Image Upscaler. تلاحظون كم هي الخدمات التي يقدمها لك هذا الموقع المجاني. والآن فلنجرب الخاصية الأولى وهي Face Swap. سوف نضغط هنا، وهنا يقول لك بأن لديك 5 نقاط مجانية اليوم بعد أن تقوم بالتسجيل، وهذه النقاط تتجدد كل يوم خلال 24 ساعة. سوف أقوم بالتسجيل خلال جوجل، ولأنك تسجل لأول مرة سوف تحصل على 30 نقطة مجانية. وكما تلاحظون أصبح لدي 35 نقطة، 5 يومية و30 لأنني سجلت لأول مرة. قمت بسحب صورة لكريستيانو رونالدو حصلت عليها من جوجل، وسوف أضع صورة ميسي في الجهة الثانية. وهنا كما تلاحظ أن السواب كريديت هي نقطة واحدة. سوف نضغط سواب. هنا تقوم بوضع الصورة التي تريد الحصول عليها بوجه الصورة الثانية، أي أننا هنا وضعنا صورة ميسي، وهنا سوف تكون صورة كريستيانو رونالدو لكن بوجه ميسي. بعد أن تضغط على سواب والتي تأخذ منك رصيد نقطة واحدة تحصل على هذه النتيجة، ويمكنك حفظ الصورة بالضغط هنا، وهذه هي النتيجة وهذه هي الصورة الأساسية، أي أن الصورة الأساسية كانت لكريستيانو رونالدو أصبحت الصورة نفس الصورة لكن بوجه ميسي. هذه تسمى Face Swap أو Deep Fake. والآن سوف أستخدم خاصية AI Portrait. سوف أقوم بوضع صورة ميسي، وستختار من هنا رجل أو امرأة، رجل، وهنا التمبليتس. سوف أختار هذا التمبليت وهو Forces، ثم تضغط Generate هنا، وهذه النتيجة. أصبح ميسي يلعب الآن في نادي الجيش. موقع الذكاء الاصطناعي الثاني الذي سوف نتحدث عنه اليوم هو Puppetry. تقوم بالتسجيل عن طريق جوجل أو أي من هذه الخيارات الأخرى. هذا الموقع سوف يمكنك من عمل أفاتار متحرك، وكما تعلمون أن DID أصبح مكلفا ويضع علامات مائية كثيرة على الصورة. هنا يمكنك عمل أفاتار متحرك ومتحدث مجانا، ولكن بخطة يومية محدودة، وتتجدد هذه الخطة اليومية كل يوم أي خلال 24 ساعة. الآن سوف أقوم برفع صورة. سوف أضع صورة كريستيانو رونالدو، ويمكنك أيضا اختيار أحد هذه الشخصيات أو شخصيات أخرى عن طريق الضغط على مورفيس. يمكنك استخدام أحد هذه الشخصيات وجعلها متحدثة بالكلام الذي تريده. وهنا يمكنك استخدام التكست أي الكتابة. تقوم بكتابة سكريبت وتتحدثه هذه الصورة، وقمت الآن بكتابة سكريبت. ويمكنك كتابة سكريبت إلى حد 3600 حرف، وهنا تختار المتحدث رجل أو امرأة، وهنا تختار نوع الكلام أي أنه سوف يكون إعلاني أو مقالي أو ميديا. أنا سوف أختار إعلاني، ثم تضغط على أجري ثم سبمت، وهنا سوف تظهر النتيجة بعد قليل. أنا بانتظار النتيجة، وهذه النتيجة. فلنلاحظ النتيجة سوية. Hello, I'm Cristiano Ronaldo. I watch the Arabic Tech AI YouTube channel. Every day they are providing good information about the artificial intelligence technologies every day. والنتيجة كما تلاحظون رائعة وجميلة، وهنالك تطابق. Hello, I'm Cristiano Ronaldo. I watch the Arabic Tech AI. التطابق مميز بين الصوت والصورة وحركة الشفة. يمكنك تحميل الفيديو بالضغط هنا Download Image or Video. موقع الذكاء الاصطناعي المجاني الآخر هو Adobe Firefly. firefly.adobe.com. سوف ننزل إلى الأسفل، وسوف نستفاد من خاصية Generative Full. تضغط على Generate، ومن ثم تقوم بتحميل الصورة. سوف أقوم باستخدام صورة كريستيانو رونالدو مجددا، وهنا سوف أقوم بتأشير الشعر بهذه الطريقة.
ومن ثم سوف أكتب هنا blue hair، أي أنني أريد أن يكون الشعر باللون الأزرق. وهنا يمكنك تحديد كمية التغيير الذي سوف يحصل على الصورة. إذا قربته من original لن يكون هنالك تغيير كبيرا، ولكننا سوف نختار new لكي يكون التغيير واضح في الصورة. ثم سوف أضغط على generate، وهذه هي النتائج. يمكنك اختيار أحد هذه النتائج، وإذا لم تعجبك النتائج يمكنك أن تضغط على more ويعطيك نتائج أخرى، لكنني سوف أختار هذه النتيجة. سوف أضغط keep، والآن سوف أقوم بتحديد الملابس بهذه الطريقة. قمت بشرح في حلقات سابقة كيفية تغيير الملابس ووضع بدلة على الصورة في فيديو آخر، لكن باستخدام تقنيات أخرى. يمكنكم إيجاد الفيديو أعلى هذا الفيديو. والآن سوف أقوم بكتابة black suit، أي بدلة سوداء، ومن ثم سوف أضغط generate. وهنا يمكنك اختيار أحد النتائج، لكنني لم أحدد أنا كل شيء بوضوح. الآن التحديد واضح، وهذه النتائج. يمكنك اختيار أحد هذه النتائج، سوف أضغط keep. والآن فلنقل إننا نريد الشخصية ترتدي نظارات، سوف أكتب هنا black glasses، سوف أضغط generate. ويمكنك اختيار أحد هذه النتائج، مثلا سوف أختار أنا هذه النتيجة وأضغط keep. ثم سوف أضغط على download للحفظ، تم حفظ الصورة. وكما تلاحظون أن هنالك watermark يضعها Adobe Firefly، لكنني لدي الحل باستخدام موقع الذكاء الاصطناعي الآخر، وهو أيضا مجاني بالكامل. الموقع هو thewatermark.ai. لا تقلقون، سوف أضع جميع هذه الروابط في وصف الفيديو. والآن سوف نقوم باختيار upload image، ونقوم برفع الصورة. وكما تلاحظون قبل وبعد، قبل كانت هكذا وبعد أصبحت هكذا، أي أنه قام بحذف العلامة المائية بالكامل وبكل بساطة. الموقع هذا مجاني وجميل جدا، يمكنك تحميلها original أو HD. سوف أقوم بتحميلها HD، أي High Definition. وهنا يقول لك لا تنسى بأن تقوم بتحميل فايلاتك، لأن الموقع سوف يقوم بمسحها خلال 60 دقيقة، فأنت لديك ساعة خلال ساعة تقوم بحفظ هذه الصورة. وأنا سوف أضغط Download. والآن دعونا نبحث عن صورة يوجد فيها الكثير من الwatermarks، لنجرب قوة هذا التطبيق أو هذا الموقع المجاني بالتخلص من هذه الwatermarks. مثلا سوف أقوم بحفظ هذه الصورة، وكذلك أحاول حفظ هذه الصورة أيضا، وكذلك أحاول حفظ هذه الصورة أيضا. ونعود الآن إلى موقعنا وهو دي ووترمارك. سوف أقوم برفع الصورة، هذه الصورة التي تحتوي الكثير من الووترماركس، وهذه قبل وهذه بعد. كيفية التخلص من الووترمارك، كيفية التخلص من العلامة المائية بكليك واحد ومجانا وبدون حدود. كما تلاحظون النتيجة جيدة وخلال ثواني فقط. والآن لنجرب الآن استخدام صورة أخرى تكون أكثر صعوبة، وهذه الصورة أنا الآن أقوم بتحميلها، وتلاحظون النتائج فورية وسريعة جدا، تتخلص من الووترماركس أو العلامات المائية بضغطة زر واحدة وخلال 4 ثواني فقط. هذه هي النتيجة. وهنا تقوم بحفظ الصورة داونلود. وأخيرا وليس آخرا، موقع الذكاء الاصطناعي pixverse.ai، وهو من أفضل مواقع الذكاء الاصطناعي المجانية لعمل الفيديوهات بصورة مجانية وبدون حدود. تأتي إلى Get Started in Web، ويمكنك أيضا استخدامه على ديسكورد، ولكنني سوف أستخدم خدمة الويب المجانية. تقوم بتسجيل الدخول عن طريق جوجل أو ديسكورد، سوف أستخدم جوجل الآن. وهنا تلاحظ أن هنالك الكثير من الأمثلة التي قام بإنشاؤها أشخاص آخرون. سوف أقوم باختيار Create، وهنا تظهر إليك الصور أو الفيديوهات التي قمت بإنشائها مسبقا. وهنا يمكنك عمل فيديو من تكست، أو عمل فيديو من إيمج من صورة، أو عمل فيديو من كاركتر. الآن سوف أستخدم عمل فيديو من صورة. سوف أقوم برفع صورة، هذه من جوجل، وسوف أقوم بكتابة Prompt Waterfalls Winds Rain. وهنا يمكنك اختيار سرعة الحركة والسيد و HD Quality. سوف أقوم باختيار HD Quality، ومن ثم سوف أضغط Create. وهنا تلاحظ أن الفيديو تحت الإنشاء، ولأن الموقع مجاني بنفس الوقت سوف أقوم بتجربة Text to Video، مع ملاحظة أنني قد قمت بشرح هذا الموقع للذكاء الاصطناعي بالتفصيل في فيديو آخر تجدونه في أعلى هذا الفيديو. سوف أترك لكم الرابط في أعلى الفيديو. والآن سوف
أكتب في prompt كتبت a beautiful girl crying sad in the street. والآن a negative prompt هنا تكتب الأشياء التي لا تريد أن تراها في الفيديو، أو سوف أكتب أنا مثلا NFSW للاحتياط كي لا تحصل إلينا مشكلة مع يوتيوب، وسوف أقوم بكتابة ugly كذلك blurry. هنا سوف أقوم بإضافة highly detailed 8K. وهنا يمكنك اختيار style realistic anime 3D animation أو شيء جديد، هذا هو CG لم أجربه مسبقا ولكنني سوف أختار realistic هذه المرة، ثم سوف أضغط ها. وكذلك يمكنك اختيار aspect ratio، أي أنك لو أردت عمل فيديو لليوتيوب سوف تختار 16 إلى 9، أو أنك أردت عمل short video أو استخدام هذا الفيديو على تيك توك سوف تختار 9 إلى 16 أو 1 إلى 1 حسب اختيارك أو حاجتك. أنا سوف أختار 16 إلى 9 وسوف أضغط create، وكذلك سوف أستخدم نفس البرومت للحصول على فيديو 9 إلى 16 وأضعه في shorts، سوف أضغط create. وأنا الآن بانتظار النتائج، وهذه نتيجة الفيديو، أصبحت جاهزة للصورة التي قمنا برفعها وعمل فيديو من صورة أي image to video. وهنا لديك الخيار بالعمل upscale، تضغط upscale لزيادة الدقة في الفيديو. وكما تلاحظون الآن هنا الرياح قام بعمل حركة الرياح والمياه الهابطة كما تلاحظون، وكذلك هنالك زورق أو قارب يمر من هنا. مدة الفيديو 4 ثواني، والآن سوف أجرب الأبسكيل. وكذلك يمكنك حفظ الفيديو عن طريق الضغط على داونلود، سوف أقوم بعمل أبسكيل. وكما تلاحظون هنالك ووترمارك هنا في بيكسفيرس، كما تلاحظون هنالك ووترمارك يضعها بيكسفيرس، وسوف نحاول التخلص من هذه الووترمارك، لكن كما تلاحظون أن دي ووترمارك لا يقوم بإزالة العلامة المائية من الفيديو، هو فقط يقوم بإزالة العلامة المائية من الصور فقط images. ولهذا جئت لكم بموقع آخر يقوم بإزالة العلامة المائية من الفيديو، وهذا الموقع السادس والأخير في هذه الحلقة الذي قد ينفع منشئي المحتوى في عمل المحتوى الذي قد يزيد من متابعين قناتهم وبذلك تزيد أرباحك من يوتيوب. الموقع هو bcut.com، تقوم باختيار edit online ثم نستخدم هذه الخاصية وهي remove watermark، ثم تختار remove watermark from video، وهذا هو الفيديو الذي قمنا بإنشاءه، يقوم الآن بالتحميل. بعد أن يتم تحميل الفيديو تقوم بسحب هذا المربع وتحديده على منطقة العلامة المائية فقط، ومن ثم تضغط erase، وخلال 4 ثواني حصلنا على النتيجة. نضغط على download files وهذا هو الفيديو بعد إزالة العلامة المائية. كما تلاحظون قد تمت إزالة العلامة المائية بكل بساطة. نعود الآن إلى Pixverse لنرى باقي النتائج. وهذا الفيديو الذي قمنا بإنشاءه عن طريق text to video لفتاة تبكي في الشارع، ويمكننا إزالة العلامة المائية بنفس الطريقة. نقوم بحفظ الفيديو ثم نعود إلى Bcut ونقوم بالضغط على remove watermark، ثم نقوم برفع الفيديو ونقوم بسحب المربع وتحديد منطقة الwatermark بهذه الطريقة، ثم نضغط erase، والنتيجة سريعة جدا. كما تلاحظون قام بإزالة الwatermark من الفيديو بكل بساطة. وبهذا قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. إذا استفدت معلومات هذا الفيديو أرجو منك متابعة القناة وعمل لايك للفيديو وترك تعليق بسيط، هذا يشجعني لتقديم الأفضل لكم. نلتقيكم في حلقة أخرى وإلى اللقاء.